بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المشاهد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نلتقي بكم وحلقة جديدة من برنامجكم مع النجم. اليوم من جامعة جنوب الوادي بقنا، ولقاء متميز مع الدكتور إبراهيم محمد أبو زيد، مدرس الكيمياء بقسم الكيمياء كلية العلوم. سنناقش من خلاله أهم مشكلات البيئة وسبل حلولها من وجهة نظره. أهلا بك دكتور. أهلا بحضرتك دكتور إبراهيم محمد أبو زيد. عاوزين نعرف السادة المشاهدين من هو الدكتور إبراهيم محمد أبو زيد، يعني السيرة الذاتية لحضرتك. الاسم إبراهيم محمد أبو زيد، مواليد قرية أولاد نجم، نجم حمادي قنا. حاصل على الإعدادية الأول، نبدأ من الإعدادية. نعم. من مدرسة أولاد نجم، كنت الأول على المدرسة في العام 1983. نعم. ثم الأول على مدرسة داوود تكلا الثانوية عام 86، البكالوريوس سنة 90 من جامعة جنوب الوادي، سابقا كانت جامعة أسيوط، والأول على قسم الكيمياء. نعم. ثم الماجستير في الكيمياء العضوية سنة 1995، وفي العام 1998 أخذت بعثة كاملة لألمانيا لدراسة الدكتوراه في مجال كيمياء البيئة، وحصلت على الدكتوراه عام 2002 وعدت إلى أرض الوطن. الفترة ما بين 2009 ل 2016 دي كانت عبارة عن فترة إعارة في بعض الدول العربية. دكتور إبراهيم، لمحة سريعة عن البيئة، عاوزين نعرف السادة المشاهدين يعني إيه البيئة؟ البيئة تعرف على أنها كل ما يحيط بالإنسان من هواء أو ماء أو تربة، وعلاقة الإنسان الارتباطية بها مؤثر ومتأثر بها. فلو قسمنا البيئة إلى أغلفة أو بيسموها سفيرز، فممكن تقسم إلى أربع أقسام: الغلاف الجوي. نعم. الغلاف المائي، والغلاف الأرضي بيسموه، والغلاف الرابع الغلاف الحيوي. وهذه الأغلفة مرتبطة جميعا معا، كل يؤثر على الآخر ويتأثر به. فالإنسان يؤثر كثيرا على البيئة وفي نفس الوقت يتأثر بها. فلو مثلا أتينا بتوأم ووضعنا أحدهما في مكان والآخر في مكان بعيد عنه في بيئة مختلفة، بعد فترة من الزمن سوف تجد أن كليهما سلوكه مختلف نحو البيئة ونحو الحياة ونحو التعامل مع الآخرين وما هو محيط به في الكون. دكتور إبراهيم، ياريت تكلمنا عن العلاقة بين التنمية والبيئة. سؤال جيد. التنمية والبيئة العلاقة بينهما ينبغي أن تكون علاقة تكاملية، بحيث التأثير يكون تأثير إيجابي وليس تأثير سلبي. التنمية شيء مهم وضروري جدا للإنسان، وأيضا البيئة مهمة للغاية للإنسان. فالتنمية تسير بحيث تكون نواتجها في صالح البيئة النقية النظيفة، ولا تؤدي إلى حدوث تلوث أو إنشاء ملوثات بيئية تؤثر على الإنسان وعلى صحته، وكذلك على الكائنات المحيطة من نبات أو حيوان. وفي هذا المنظور أو من خلال هذا المنظور يجب أن يؤخذ في الاعتبار أثناء إنشاء المشاريع التنموية البعد البيئي. نعم. فعند إنشاء مصنع مثلا أو إنشاء أي منشأة يجب أن يؤخذ في الاعتبار البعد البيئي، وتجاز أولا بيئيا قبل إنشاء هذه المنشأة. نعم. فمثلا لو مصنع سكر أو مصنع ألمونيوم، أي نوع من أنواع المصانع، لابد يكون هناك دراسة جدوى ابتدائية
أين ينشأ المصنع وما سوف يتم إعداده ليكون هذا المصنع صديق للبيئة، لا ينتج ملوثات تؤدي إلى تدمير البيئة. على الجانب الآخر، البيئة في مجملها تؤدي إلى التنمية. في الجانب الآخر، البيئة المفروض أنها تكون من سبل أو من وسائل تنمية المجتمع. فإذا كانت البيئة صحية نظيفة، سوف يكون الأفراد أصحاء، لديهم القدرة على العمل بجد ونشاط والإنتاج، على إلا إذا كان الإنسان مريضا أو مصاب ببعض الأمراض نتيجة التلوث، فلن يكون هناك أي تركيز وسيقل الجهد المبذول منه في أداء العمل. دكتور، يعني بالعامية كده، يعني أنا مثلا كأحد الأشخاص شايف إنه في كثير من المصانع، مثلا حتى عندنا في نجح حمادي مصنع الألمونيوم أو مصنع السكر، اللي مثلا مصنع السكر لما تيجي مخلفاته في النيل، صرف المية بتاعته في النيل، وكذلك الأدخنة بتاعته. نعم. يعني عاوزين نفهم، يعني كأنا رجل بسيط أو رجل أمي اللي ما أعرفش، إيه أضرار الموضوع ده؟ المصانع في منها أنواع من الملوثات التي تنتجها. في تلوث هوائي اللي بينتج بعض الغازات والأدخنة، ودي تأثيرها سيء جدا في تلوث الهواء، قد تؤدي إلى أمراض تنفسية زي الأزمات التنفسية والربو، وقد تؤدي إلى تهيج العين أو الأنف أو الأذن، الأماكن الحساسة في الجسم. هناك نوع آخر من التلوث، هو إذا صرف هذه المياه المحتوية على المتبقيات المعدنية والمركبات العضوية في مياه النيل، ده يؤدي إلى تلوث مياه النيل، مما يؤدي إلى المشاكل لمن يشرب أو يستخدم هذه المياه، وكذلك للكائنات الحية داخل المية مثل السمك مثلا. كذلك تأثيرها الهواء بتاع المصانع دي، الأدخنة بتاعتها، العدد زي ما تقول بتسبب الأزمات الصحية طبعا والرب. لأنها بتخرج غازات. زي أكسيد النيتروجين وأول وثاني أكسيد الكربون. وبعض المعادن الثقيلة مثل الرصاص. الرصاص مثلا تأثيره خطير جدا على البشر، وثبت أنه بيسبب بعض أنواع السرطانات. تلوث التربة نتيجة مخلفات المصانع ده شيء أيضا واضح، فممكن يكون الملوث عبارة عن الحبيبات السوداء اللي بتتطاير من المداخن واللي بتتجمع على سطح الأرض، وده يؤدي إلى قلة خصوبة التربة. قد يكون بعض المخلفات الصلبة اللي بتلقى عشوائيا، وده برضو يؤدي إلى مشاكل للتربة. لذلك يجب عند إنشاء المصانع التخطيط تخطيط جيد. المداخن يجب أن يكون لها ارتفاع معين بحيث تقذف هذه الأدخنة بعيدا عن، حتى لا يتأثر بها السكان المحيطين بالمصنع. أيضا المصانع ينبغي عند التخطيط لإنشائها أن تنشأ بعيد عن المناطق الحضرية، بعيد عن مناطق الكثافة السكانية. يفضل لو كانت في منطقة صحراوية بعيدة عن السكان، ويعد نظام جيد لإعادة تدوير المخلفات من هذه المصانع. ثم التلوث الهواء يجب أن تعد المداخن أو يوضع لها المصافي أو معالجات كيميائية أو فلاتر تمنع خروج الغازات الضارة، بحيث تتفاعل مع هذه الغازات الضارة وتعيدها مرة أخرى إلى الداخل. المياه أيضا ليس الخيار الأمثل إن أنا أصرفها مباشرة في النيل، يجب أن يعملها إعادة تدوير، تعالج أولا بطرق سواء كيميائية أو بيولوجية، ثم تعاد مرة أخرى إلى المصنع لإعادة الاستخدام، ولا تلقى مباشرة إلى مياه النيل أو أي بحيرة قريبة مجاورة.
دكتور إبراهيم، يعني عاوزين نتكلم عن جهود الدولة في هذا المجال، يعني لمكافحة هذا التلوث. الدولة تبذل الكثير من الجهد في هذا المجال، فهناك وزارة البيئة التي سنت القوانين لمنع حدوث التلوث، لكن المشكلة ليست في القوانين نفسها ولكن في التطبيق. نعم، هناك قصور في التطبيق إلى حد ما. ينبغي أن تغلظ الغرامات لمثل هذه الأنواع من التلوث، وأن يتم التطبيق الفعلي لهذه القوانين. كذلك الجامعات تبذل جهد كبير في هذا المجال، ومطلوب أيضا من وسائل الإعلام دورها الحيوي في التوعية بهذا التلوث، ومنع أو توعية الأفراد بأن هذا يضر بصحتهم، ويشاركوا في منع أو إنقاص هذا التلوث قدر المستطاع. دكتور إبراهيم، يا ريت تكلمنا عن ما هي السلبيات المجتمعية التي تدمر البيئة المحلية. هناك الكثير من سلوكيات الأفراد التي تؤدي إلى تلويث البيئة، ويمكن تفاديها بمجرد تغيير سلوك بسيط لن يؤثر على هذا الشخص. فمثلا إلقاء القمامة بدون أكياس أو إلقائها في الطرقات، هذا شيء غير معتاد عليه إطلاقا. مثلا في أوروبا مستحيل تجد فرد يرمي ولو قصاصة ورق صغيرة في الشارع. يتم التعامل مع البيئة بجدية واحترام. كذلك إلقاء تصنيف المخلفات، فمثلا في أوروبا بيتم تصنيف المخلفات لأوعية مختلفة، البقايا العضوية في وعاء، والبقايا الزجاج في أوعية أخرى، العادي العديم اللون الأبيض في له وعاء مخصص له، والملون له وعاء ثالث مخصص له. نعم، البقايا الورق وهذه أيضا لها وعاء أو كونتينر رابع مخصص لها. نعم، عندنا هنا في مصر لم نصل إلى هذا المستوى، لكن نأمل أن السلوكيات البسيطة لدى الأفراد تتغير. فمثلا لا يصح إلقاء القمامة أو بقايا أو أعقاب السجائر، لا يصح التعامل مع نهر النيل بعدم اكتراث. ينبغي أن نراعي يعني نجد بعض النساء أو السيدات يغسلن الملابس أو الأواني في ماء النهر، أو أحيانا في القرى لدينا تلقى الحيوانات النافقة في المياه، وهذا يؤدي إلى تلويث النهر. أيضا هنا يأتي دور التوعية البيئية، وبأسلوب بسيط سهل يصل إلى المتعلم وغير المتعلم، الإنسان العادي. دكتور، الإنسان العادي. نعم، فمثلا كان هناك قديما إعلان بسيط جدا، كل ما تدي ظهرك للترعة، هذا يعني إعلان طيب وأدى الأثر المطلوب منه. نعم. دكتور إبراهيم، ما هي سبل دعم المواطن للبيئة؟ المواطن عليه دور هام في المحافظة على البيئة التي يعيش فيها، سواء كان في القرية أو في المدينة. نعم، في المدينة مثلا على المواطن أنه يتعامل مع البيئة معاملة جيدة، يستخدم الأكياس القمامة ولا يلقي بالقمامة بدون جمعها. نعم، على المواطن أيضا أنه يحافظ على المياه نظيفة، وكذلك لا يسرف في استخدامها. فأبسط مثال مثلا لو المواطن بيسنن أسنانه بالفرشة، في العادة اللي يترك الصنبور الماء مفتوح، وهذا نعم، إهدار لمورد مهم جدا وهو المورد المية، المية
واللي هي الآن أصبحت يعني يقال إن الحروب القادمة ليست حروب بترول أو أرض، حروب مياه، وبالتالي ينبغي أن يحافظ عليها. مثال آخر، يعني بدل ما يأخذ الحمام الدش في البانيو مثلا، ده يستهلك كمية كبيرة جدا من المياه عن لو أخذ حمامه بالدش العادي. شيء بسيط وسهل وبإمكان كل إنسان يعمله، السيفون بتاع الحمام. يعني لو أحضر زجاجة فارغة لتر ونص 2 لتر وملأها بالماء وأغلقها ووضعها داخل هذا السيفون، هو كده بيوفر في كل مرة بيتشد فيها السيفون هذه الكمية من الماء، اللتر ونص أو اللترين. وهذا توفير كبير لو أخذته على النطاق الكبير، لو كل فرد عامل هذا. أيضا في المنازل ينبغي العناية جدا بالصرف الصحي، وأيضا بالوصلات المياه. يعني في كثير من المنازل بإهمال شديد يترك الحنفية لو فيها مثلا شيء بايظ أو بتنقط أو شيء من هذا القبيل، ولا كأن الشيء هذا يعني. لكن على المستوى الكبير، على مستوى 50 مليون شخص ولا 100 مليون شخص، هذه كمية كبيرة من هدر المياه التي تؤثر على البيئة. لو تحدثنا قليلا عن إخواننا في القرية مثلا وأهلنا في القرية، الحرق المباشر للبقايا النباتية مثلا عند بقايا القصب، قصب السكر الشهير عندنا، يحرقوه بحرق مباشر، وده بيؤدي إلى تلويث البيئة بمركبات هيدروكربونية من مسببات السرطان. دلوقتي دكتور حضرتك بتقول يعني دول ايه اللي هي مع سبب السرطانات. طب عايزين نعرف المزارع والشخص البسيط عندنا في البلد، ايه الحل او ايه ندوا عليها مشكلة ازاي؟ الحل بسيط للغاية، انه يترك القش كما هو في الارض، ويروي الارض بالمية، وسوف يتحلل هذا القش، وبالعكس ده يصبح سماد مفيد للتربة. بدل ما هو كان مضر هيبقى مفيد للتربة، منفعة، او حتى لو عايز يجمعه على جانب من جانب الغيط ويعطيه المية، يصب عليه المية ويتركه فترة هيتحلل لوحده. سلوك آخر أيضا غير محبوب أو غير محبذ في القرية، استخدام الأسمدة العضوية بكميات كبيرة. يعني ينبغي أن تستخدم بالقدر المطلوب، لأن زيادة منها تذهب إلى مياه الصرف، وقد تذهب في بعض الأحيان وتلوث المياه الجوفية. ولذلك ينبغي عليه أنه يستخدم الأسمدة بالقدر المطلوب الذي يفيد الزراعات الموجودة ولا يؤدي إلى أضرار بيئية. في مشكلة تانية دكتور وموجودة عندنا برضو في البلد في الصعيد في القرية، ودي بقت حاليا أعتقد أن هي بقت منتشرة يعني بكميات كبيرة جدا، اللي هي من بعض من اخواننا الناس ان هو بيعمل الصرف الصحي بتاعه المجاري على الترع او المصارف. لا ودي مشكله، يعني احنا بندق ناقوس الخطر، وقدام حضرتك كراجل برضه متخصص في البيئه في العلوم وفي الكيمياء بالذات، يعني القاء الضوء على هذا الموضوع. لا دي بتسبب امراض خطيره. تؤدي الى امراض خطيره بيولوجيه وميكروبيه، لان هنا يحصل تلوث بالبكتيريا والفيروسات، وكذلك بالمعادن الثقيله، وهذه بدورها تنتقل ممكن من مياه الصرف الى الهواء ويستنشقها الانسان، فتؤدي الى امراض خطيره. حتى الموضوع الحفر بئر وصرف الصرف بداخله، البيارة بيسموها، ده أيضا سلوك غير صحي. وهنا يأتي أيضا يعني نعرج على دور الدولة، ينبغي أنه يعني يعمل سريعا، يكون هناك صرف صحي في كل المدن وكل القرى، لأن هذه البيارات المياه بتاعتها قد تنفذ في باطن الأرض وتصل إلى المياه الجوفية فتلوثها. أيضا استخدام المبيدات الحشرية أو المبيدات النباتية بكثرة.
يعني مثلا قصب السكر عندنا بتجي له التسوس، فيبدا المزارع يستخدم كميات كبيره من الملاثيون عشان يتخلص من التسوس، ودي ايضا بتسبب مشاكل كبيره. كذلك الخضروات او الفواكه بترش بالمبيدات، وده شيء خطير جدا على صحه الانسان. نعم. وكذلك الكميه المستخدمه تكون كميه بسيطه وليست كبيره. سهل لو انه حرس الارض قبل الزراعه حرس جيد ونقاها ونظفها من الحشائش وما بها، ممكن ده يكون اسلوب افضل للتخلص من الامراض التي تحدث للقصب او للخضروات الاخرى. نعم. ايضا سلوك اخر في القريه، ومن السهل جدا التغلب او التخلص منه، الاستخدام المبالغ فيه للمياه، استهلاك المياه بصوره كبيره جدا في اشياء قد تكون غير ضروريه. يجب اننا نعلم ان كل قطره ميه مهمه، والان في نقص في الميه، بالعكس الناس الان بتتجه الى معالجه مياه الصرف واعاده استخدامها مره اخرى لتعويض النقص. هناك بعض الاماكن تعاني من قحط تام في المياه، جفاف تام، لا يجدون مياه حتى ولو كانت ملوثه لشربها، وقد تؤدي الى الوفاه بالجفاف. دكتور ابراهيم، أهم المشكلات البيئية وطرق حلولها. المشكلات البيئية ممكن تقسيمها لحسب المكان، مشكلات محلية أو خاصة بالدولة معينة، ومشكلات عالمية خاصة بكوكب الأرض ككل. فمن المشكلات الخطيرة اللي بنواجهها الآن هو تآكل طبقة الأوزون، أو ما يسمى ثقب الأوزون. وهذا الثقب بيتزايد تدريجيا، موجود بصفة أساسية في المنطقة أو أعلى المنطقة القطبية الجنوبية، وتزايد خلال الفترة السابقة بدءا من بداية الثورة الصناعية عام 1960، عندما بدأت الصناعات تتزايد وبدأ يكثر التلوث وتخرج الأكاسيد والمواد المسببة لتآكل الأوزون. الأوزون طبعا معروف أنه أكسجين ثنائي وأكسجين ذري بيتحد معا وبيدوني الأوزون اللي هو O3. هذه أحد الأسباب الرئيسية اللي بتؤدي إلى حدوث ثقب الأوزون. بعض الغازات من أهمها الأول أكسيد الكربون، وثاني أكسيد الكربون، والأكسيد النيتروز، والمركبات الكلوروفلوروكربون اللي بتستخدم في الثلاجات والمكيفات. هذه المركبات لما بتتكسر بيخرج أو ينتج عنها كلور ذري أو بروم ذري، ده بيبدأ يكسر الأوزون ويحوله لأكسجين. الحجم الثقب الآن وصل تقريبا لما يساوي حجم القارة القطبية الشمالية. هذه المشكلة الأولى. الحل واضح طبعا، أنها نقلل من انبعاث الغازات المسببة لتآكل طبقة الأوزون. وهنا في بروتوكولات عالمية اتعملت، بدأت بالبروتوكول بتاع كيوتو مونتريال بكندا سنة 1987، ومن وقتها بدأ تدريجيا يقللوا من الصناعات التي تؤدي إلى هذه الانبعاثات. مشكلة بيئية أخرى كبرى، وهي ظاهرة الاحتباس الحراري اللي أظن لاحظ أثرها الأفراد العاديين. يعني احنا نلاحظ أنه بمرور الوقت بدأ الشتاء يصبح قصير بينما الصيف أطول، وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، لأن المصدر الرئيسي للحرارة أو للطاقة على سطح الأرض أشعة الشمس. فبتسقط أشعة الشمس على الأرض
تسخن الأرض تبدأ ترتد هذه الأشعة مرة أخرى على هيئة أشعة، ثم الأشعة تحت الحمراء، وجود الغازات هذه عند الطبقة السطحية بيمنع نفاذ الأشعة مرة أخرى لطبقات الجو العليا، فتبدأ تزيد حرارة الأرض تدريجيا. مرتبط بها ذوبان الثلوج في القطبين الشمالي والجنوبي، وبالتالي ده بيؤدي إلى ارتفاع منسوب مستوى سطح البحر. يعني يتوقع أن بعض الجزر الشاطئية سوف تختفي تماما خلال العقد القادم نتيجة ارتفاع المنسوب سطح البحر، بيزيد تقريبا 1-2 مليمتر سنويا نتيجة ذوبان الثلوج. أعزائي المشاهدين، سعدنا بكم ونتمنى أن نكون قد أسعدناكم، وفي نهاية هذا اللقاء الممتع الشيق لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر إلى الدكتور إبراهيم محمد أبو زيد. أشكرك دكتور على هذا اللقاء الممتع الشيق، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك، وعلى أمل أن نلتقي أعزائي المشاهدين معنا ومعكم ومع النجم.